في تصوري الخاص انه من يزرع الشوك يجني الجراح. يعني اجدل الستار اليوم عما كان يعرف او مصطلح على تسميته في جريدة وقناة الناقلات. انا اتطور هذا القرار قد جاء مصادفة لصحيح الواقع والقانون، على اعتبار انه الشركة فقدت الحد الادنى من رأس المال، اشتراطات الحد الادنى مثل ما تفضلت في رأس المال، وهذا كان جاء بناء على القرار اعمال البدل الثاني من المادة 10 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع. نعم. وذلك لزوال الصفة القانونية لشركة مجموعة الكويت الاعلامية. نعم. وبالتالي يعني شعب هذا القرار كان نتيجة قرار اداري صادر من وزارة الاعلام. نعم استاذ بسام، يعني القناة خالفت لوائح وقوانين عدة من خلال نشاطها بناء على يعني الأحكام القضائية، فكيف ترى تلك الإجراءات القانونية التي اتبعتها وزارتي التجارة والإعلام معا؟ مثل ما قلت لك، كان بالسابق صدر حكم يعني في وقت سابق من محكمة الاستئناف بصحة قرار وزارة التجارة بحل وتصفية جريدة الوطن او شركة جريدة الوطن. الآن مجموعة الكويت الإعلامية اللي تملكها جريدة الوطن ما عادت زالت الصفة القانونية من الناحية القانونية في وزارة الإعلام، لا يوجد ترخيص. اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال على اعتبار أن الشركة قد فقدت ما يقارب 65 مليون دينار تقريبا، غالبية رأس مالها أو كل رأس مالها. بالتالي كان يتوجب على وزارة الإعلام إصدار مثل هذا القرار الإداري المستحق. نعم، طيب الموقع الإلكتروني للجريدة هل تبقى له صفة قانونية في استمرار وجود يعني في استمرار وجوده هذا الموقع بعد إلغاء ترخيص الشركة برأيك؟ أنا أتصور إذا كان هذا الموقع مرخص من وزارة الإعلام، بالتالي بالتبعية إذا كان هذا الموقع يعني تمتلكه شركة اللي هي شركة مجموعة الكويت الإعلامية، بالتبعية يجب أن يغلق هذا الموقع إذا ما تم أخذ موافقة وزارة الإعلام. أما إذا كان هو مجرد موقع يعني على اكونت تويتر رايح من صفه قانونيه، فبالتالي ليس هناك من سبيل او ليس هناك يد لوزاره الاعلام على مثل هذا الموقع، الا اذا كان هذا الموقع قد تم ترخيصه وتملكه مجموعه الكويت الاعلاميه. استاذ يعني بسام، ما هي الاجراءات اللاحقه بخصوص ممتلكات الشركه؟ يعني هل سيتم تخصيص حارس قضائي تمهيدا لبيعها في مزاد علني؟ في تصوري هذا الامر يعني يرجع لمجموع المساهمين، إذا ما أرادوا يعني استكمال ومحاسبة مجلس الإدارة سواء كان شركة جريدة الوطن أو مجموعة الكويت الإعلامية. بالتأكيد هناك جموع مساهمين، إذا ما أرادوا هؤلاء المساهمين محاسبة أعضاء مجلس الإدارة عن الأفعال والأخطاء الجسيمة اللي قاموا بارتكابها مما نتج عنه بالضرورة إغلاق القناة والجريدة، فهذا الأمر راجع لمجموع المساهمين. نعم، كل الشكر لك الأستاذ المحامي والخبير القانوني بسام السعوسي، كنت معنا عبر الهاتف.